انا قلت لك ملي دخل راكده بغير عقله تنسيبو مقرد في الباب صافي ما تدوش على في بحر الاخر مرت ولدي مقرد بارك هذاك باش وين باغا انت يلبدو عاد هذا بعد فقنا به جا الهادي جيت سيدي مع الوحده من الخدمه ديالي هذيك ملي جيت لقيت لقيتها ناعسه هي هذيك انا ما صافي ما دويتها ما كلمتها خليتها ناعسه هي هذيك عقبت انا تعشيت كليت شي شباركه ونعست الساعات اللي وصلت الخمسة الصباح نط هي هذيك مشيت تاني للخدمه ديالي انا خدامين عقبنا دينا الطور الخدامه فطرنا تمشات المرأة تغوت عليا قالت لي زيد ملي جيت قالت لي زيد مخراس راه ما عرفت مالها راه طايحه ولا ما عرفت مالها ما عرفناش شنو طاري لها هي هذيك هي شافت عام من وجهها جيت انا شتا عام من وجهها ما مغطيه بالكاش هي هذيك عقب انا ملي مشيت قالت لي راه نبدلو نغسلو لها قلت لها ودي انا دابا راني ما مساليش عندي الخدامه خلي الدراري تنجمل الخدمة أنا غادي نصيفط لك خطا وراه كاين خطا وكاين خوها راه غادي يجيو يتعاونوا راه غادي شوف إلا كانت طايحة راه غادي قتلوا ليها من اللي جاو بقاو هي هاديك بقاو يتبعوا ليها تلقاوها المرأة مصوتة مكرفصة مضروبة من يديها من رجليها من راسها من وجهها من عينيها مشرق ليها حنكة هي هاديك عقب هي هاديك قالك أودي راه هادشي راه ماشي ضربة هذا راه ماشي طياحة هادي راه تصوات عقب من اللي جاو قاو يتبعوتها قالك أودي راه فلان راه كان سكران البارح راه 100% راه هو قلت لهم أودي نتبتو لا كان صحيحة راه أنا ما غادي نلموش الهضرة من اللي جاو شاو جات مسيفتي قالتلك أودي راه دخل عليا فلان البارح راني عرفتو قالت لك لا دخل راه عرفنا راه بانه وراه هو تلقينا بالخبر تلقينا الخبر بان السيده هذا دخل على هذه المراه في الليل كرفس عليها حتى الصباح هذه جابوا الخبر ديالو ما عرفناش حنا كيفاش عرفتوا هو اللي تبدل شفتوا مرت ولدها بان شفتوا مرت ولدها جا الصباح هنا قدام دارهم هنا قدام الدار اللي وقعت فيها المشكله هذه لقيت مرت ولدها قالت لي اش كدير هنا شكون اش باغي قال لها ما باغي والو ارجع هرب وشافوه الناس نهار اللي هرب شافوه في الدم في وجهه قال لي الدم شنو هو قال لي المراه عذاب حبيبيه هيا هذيك جاو تبتنا عليه عقب عيطنا على امو عيطت على ابوه جاو شافو قال لك سيدي خلي لا دار شي حاجه راه يمشي يتربى حنا ما كدبناكش ايوا عقب هي هذيك راه عيطنا لابيلانس عيطنا لداك جاو داو للسبيطار عقب داو للجدارميه عقب وقعت القضيه بركو جاو هذيك النهار الاخر بركو ثاني شي 10 ايام اخرى ولا معدي عاد جاو ثاني هادشي اللي كاين ودابا طلب القانون ديالها الحقوق ديالها وصافي اللي دار مغتصبة محيد ليها حوايجها مخليها حمرا كي ولدت امها راه ما ايش مزال انا زيدون ما غاتغوت ما غانسمعوهاش كاع خوا تكون كاع قريبة لينا احنا بعيدة من المحال بعيد من المحال والمحال بيناتهم شي 10 متر وباب مسدود لا هادا ولا داك ما غانسمعوهاش ايوا اللي عطى الله هاي دابا راه المراه كبيره عندها فوق 80 عام راه ما غاديش دابا خاص تغوت ما غنسمعوهاش وما غتغوتش على جيتين هادشي اللي دار كارصه راه ما فحالتها ما يتشاف ايوا دابا كطلب القانون ديالو الحقوق ديالو صافي هادشي اللي امر الله وامو وانت عمي وبو ولد عمي حنا ولاد العمام ما بعاديش من عضياتنا حصلتو داك راه مالي انا شعلت فيه البوله في وجهه حصلتو كي دار لا والقمره كاينه انا ندوي معاه نقول هذاك المصدق ويدير ليا هوك هذاك المصدق يدير ليا هوك وانا نشعل البوله في وجهه
ملينا خافيني. والصباح صبته بنتي تاني هو ياتي تاني جاي عاقبت عليها هناك.